واللي بصير النتيجه عنه هي بي ار بصير في انجي روتيشن هون. لا هلا هدول الاثنين فيكتورز بصير اجمعهم جمع فيكتوريال مظبوط، فبصير اجمعهم هون. اذا جمعتهم بقدر احطهم بهذا الشكل. فلو جمعنا هدول الاثنين ناخذ مثلا بالاحمر هون راح يطلع معي شيء اسمه، ولاني بجمعهم باخذ مباشره المحصله هاي. المحصله هاي راح اسميها بي نت، فراح ينشا عندي من بي ار وبي اس بي نت. وفي زاويه جديده راح تطلع معنا راح اسميها هون هاي الزاويه دلتا. هلا احنا حكينا التورك انديوست يساوي كي بي ار كروس بي اس، وفي عندي هون الزاويه هاي اللي هي دلتا. هلا بدي احاول اتخلص من بي اس واخليها بدلاله بي ار وبي نت. هلا الطلاب ما بحب، او انا شخصيا ما بحب اتعامل مع شيء اسمه بي نت. انا واضح عندي شو بي ار، واضح عندي شو بي اس، مزبوط. فلغرض الفهم اسهل انك تحط المعادله كي بي ار كروس مع بي اس، واللي هي بعدين بتصير بي ار ماجنتيود في بي اس ماجنتيود في ساين ايش؟ ساين جاما. تمام، للفهم هاي ممتازه، للتعامل الرياضي اسهل اني اتعامل مع بي نت. هلا انت رح تقول لي ما هي بي نت هي حاصله من بي ار وبي اس، مزبوط، بس هي اسهل للتعامل رياضيا. فشوف شو بنعمل الان. راح اقول الان انه بي نت كفكتور يساوي بي ار زائد بي اس كفكتورز. اذا انا بدي اتخلص من بي اس هون راح احط بي اس كفكتور بتساوي بي نت ماينس بي ار، وراح اخذ الان اعمل سبستيوشن لبي اس هون، فراح تصير عندي هاي المعادله تاو انديوس بتساوي الكي نفس الكي، وعندي هلا هون بي ار فيكتور كروس برودكت مع تو فيكتورز اللي هم بي نت ماينس بي ار. وهدول اذا فكيت القوس بصير عندي بي ار مع بي نت كروس برودكت، بصير افكهم هيك، مش هيك؟ ما في مشكله. عندي هاي بي نت ماينس بي ار كروس برودكت مع بي ار. شو يعني فيكتور كروس برودكت مع نفسه؟ كروس برودكت زيرو، مش هيك؟ لانه الزاويه بينهم زيرو، اذا هذا رح يكون حصلته زيرو، اذا رح يصير عندي كي بي ار مع بي نت، واللي هي كماجنتيود بتساوي كي ماجنتيود بي ار ماجنتيود بي نت في ساين دلتا. فاحنا عم نقول هون انه كانه عمالنا بنقول انه بي اس كماجنتيود مضروبه في ساين جاما بتساوي بي نت كماجنتيود مضروبة في ساين دلتا. ساين دلتا زاوية أسهل بكثير أتعامل معها. السبب إنه الماكسيمم تورك بيحصل عندي لما تكون جاما دلتا بتساوي 90، فهي أسهل بكثير فهمها. يعني لو بديت أرسم هلا هاي الرسمة من هون وبدأت تزيد، بدأ يزيد اللود معي، واللود معي خلينا نحاول أرسمها، نحاول أرسمها هون. فلو كان عندي بي آر بهذا الشكل، طبعا هدول عمالهم بلفوا بس انا راسمهم كونستنت. بنعمل بالفيزرز، كيف كنا نعمل بالفيزرز؟ مش كنا نقول الفيزرز عمالهم بلفوا ات اوميجا ثابتين؟ فانا هون كاني رسمت فيكتورز كانهم فيزرز. هذا مش كونستنت، بي ار مش كونستنت بهذا الاتجاه، احنا فاهمين عم بلفوا. اي سرعه عم بلفوا هذول كلهم؟ على ان ان اس اذا بدك، او اوميجا اس. اذا عندي راح ناخذهم، خلينا نبدا بلود بسيط. هلا مين راح يزيد يتغير الماجنتيود تبعه؟ لاحظوا هذا هون عندي بي اس، احنا حاطين كرنت، وبعدين عم بنشا عندي هون بي ار. بي ار كونستنت مش هيك؟ لانه هو ناتج عن الالكتروماجنت، مضبوط. فهذا هون كونستنت، فراح ارسمه هون واخليه كونستنت، وبي اس راح يتغير حسب ايش؟ راح يتغير بي اس طوله حسب اللود. تمام، فراح نبدا في بي اس صغيره مثلا من هون، فراح تعطيني شيء زي هيك. راح تزيد بي اس الماجنتيود تبعها وزاويتها، راح تعطيني شيء زي هيك، راح ترد تزيد. هلا في لحظه معينه هاي بتوصل قيمه، قديش بتكون دلتا عندها؟ 90. هذه هي الماكسيمم، هذا الماكسيمم تورك اللي بيقدر يعطيني اياه السيستم. فهي هاي زاويه اسهل بكثير التعامل معها، وافضل من ناحيه، ولذلك بنعبر عن كل شيء بالمعادلات تبعت السيستم، بضرب بي ار في بي نت في ساين دلتا. فبنستعمل عاده هاي المعادله، افضل اني استعمل هاي المعادله. فبنقول انه تاو انديوس يساوي كي في بي ار في بي نت كروس بي نت، وتساوي كي في بي ار ماجنتيود اللي هي كونستنت في بي نت اللي ناتجه عن بي ار وبي اس في ساين
دلتا وساين دلتا هي اللود انجل او التورك انجل. اللود انجل لانه كل ما زاد اللود ايش بصير فيها؟ بتبدا من زيرو وبتبدا تزيد لحد ما توصل 90. لما توصل دلتا 90 بصير في عندي ستوب، راح اسمع صوت المحرك خلص وقف وبصير في عندي رجه لانه البولز عمالها بيعملوا سليبنج على البولز. مين البولز اللي بيعملوا سليبنج على البولز؟ عندي البول تبعت بي ار بصير يعمل سليبنج على بي اس، فبصير مره يجذبه مره يتنافر معاه، مره يجذبه مره يتنافر معاه، راح يكون وضع سيء بالمحرك مش زي الاندكشن مود. اوكي طبعا.